طبعاً مشاهدينا كل النجوم قاعدين يستغلون شهرتهم وتأثيرهم في المجتمع لتوعية الناس حول موضوع كورونا، وهالشيء جداً مهم. وشفنا البارحة كيف الناس تفاعلت مع المبادرة اللي سووها نجوم وفريق عمل مسلسل مخرج 7 بالسكتش اللي نزل وتابعتوه على كل قنوات ام بي سي ومواقع السوشيال ميديا. هلا يوبا، هلا. تروح معنا؟ لا 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 لا، عقب كورونا عندي شعارين. الشعار الأول السلام نظر، يعني مصافح خمخمة أنسى. الشعار الثاني البديشن في بيتك إلين الله يفرجها. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. على وين؟ والله يبا زهقنا من قعدة البيت، كلنا نطلع نغير جو. الحكومة ما عطلوكم عشان تهجهجون في الشوارع في السوقة، الحكومة عطلوكم علشان تنثبرون في بيوتكم، علشان تقرون وتقعدون في بيوتكم. شو صادق اخوي؟ الا افرضوا في روحتكم دي اللي اصلا ما لهم داعي، دي اصلا روحها اصلا. رحتوا مكان عام ولا دخلتوا مطعم ولا دخلتوا بلا ولمستوا شيء ما له داعي، ايش تبي تسوون؟ تبي تنقلون الوباء من الشارع لين البيت؟ نعم. ترضون احنا نتوبى في بيتنا؟ فعل الله ولا فعلك، فعلك ما قبلناه. ايه فعل الله ولا فعله. تسمعون كلام الحكومه، تسمعون كلام الحكومه وتنثبرون ببيوتكم، ولا تبي تقعدون تتبطبطون بطبط 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 كل يوم متبطبط علينا واحد؟ ترضين ترضين تبطبطين؟ لا والله ما ودي تبطبط، ما ودي تبطبط. أجل قرن يا زوجي العزيز، والله إن ملينا من قعدة هالبيت وهالتلفزيونات، ما غير أقلب هالقنوات كل شوي يطلع لي كورونا وكورونا كورونا وكورونا. مليت، حتى المعقمات تشققت يديني من المعقمات والمطهرات، جتني غلقة أبي أطلع من البيت. مو بس انتم، العالم كله مستنفر. وبعدين يعني لا تعتقدين اذا تيجي تعقمتي ايدينس انه خلاص، يعني تعقمين ايدينس شيء طيب بس مو لهالدرجه. السلام الحاله هذا الموت الحمر، امنعونا من السلام ومصافح. وش شلون يعني اذا جتني وحده تبي تسلم علي اصدها؟ استحي والله. الا تصدينها وتردينها يا بابا، السلام هو الناقل الاول للعدوى. إلا هو صاد، إذا كان حتى الطابور لازم يصير بينك وبين الواحد متر كامل، فما بالك السلام؟ أنا مهبول أخلي واحد يجي يسلم علي يقعد يجغف فيني يجغف فيني بعدين ينقل الوباء، بعدين أجي أنقل الوباء لبيتنا؟ صحيح. طيب وش السوات يعني؟ السوات إذا جيتي تبي تسلمين مع أحد، خبري قم قم، إذا جيتي تبي تسلمين على أحد ها؟ هذا هني ها؟ خلا دونت تاتش. والله كورونا أرحم صراحة. دونت تاتش. عشان كده أقول لك غسل يدينك والسلام نظر وأقعد في بيتك وخلي المسافة متر. لكل اللي حابين يعرفوا معلومات أكثر عن الموضوع، هو مو سكتش انعمل بس للتوعية من كورونا، مسلسل مخرج 7 هو من أهم المسلسلات اللي راح تتابعوها بشهر رمضان المبارك على MBC1. ومثل ما شفتوا بيجمع أهم الأسماء من نجوم الخليج، وأولهم ناصر القصبي، راشد الشمراني، حبيب الحبيب، ريم عبد الله، ريماس منصور، وأسيل عمران، وغيرهم كتير. وهو طبعا مسلسل سعودي كوميدي سيت كوم بيتكلم عن التغييرات الكبيرة اللي طرأت على المجتمع السعودي خلال السنوات الأخيرة، وانعكاستها أكيد على الأسرة السعودية من الطبقة المتوسطة، واللي بتحاول أنها تواجه المتغيرات على حسب قدرتها وباختلاف طبعا طريقة تفكير الأجيال الثقافية والنفسية في نفس الوقت. وأكيد ترندنج قبل بداية شهر رمضان الكريم بيقول لكم كل تفاصيل وأكثر عن هذا المسلسل وغيره من البرامج اللي بتشوفونها على MBC مثل كل سنة.